التشكيل اللي جوميز هيلعب بيه يوم الخميس ان شاء الله وفقا لافكار جوميز. لا افكار جوميز مش افكار طارق السيد. شجاعتك انت مش افكار طارق السيد ومغامرتك انت. عواد وبن تايك وحسام عبد المجيد وحمزه المسلوسي ومحمد وعمر جابر كويس زياد عبد الله السعيد تمام ناصر ماهر 10 كرد مشلاك تمام او محمد حمدي تمام وسيف الجزيري ومحمد سيد مصطفى زيزو. مين اللي ممكن يكون مفاجأة على الدكة ويكون ليه دور كبديل؟ مش لك عمر فرج ممكن لو محمد حمدي مش هيلعب يعني دول الأسماء اللي هي ناصر منسي الأسطورة بتاعتنا دلوقتي بصراحة عامل بيعمل حالة وبيعمل حاجات يعني مستوى ناصر منسي مركز جدا في الفترة دي الراجل مديله ثقة بشكل كبير جدا في أكتر من حد تاني لو الراجل يبقى عبر شيكابالا طبعا يعني شيكابالا لعيب كبير وليه دور مؤثر جدا بره الملعب وجوه الملعب دول الناس اللي ممكن تعمل الفرق مع نادي طيب كابتن عادل سريعا تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرك هيكون ازاي وفقا لافكار مارسيل كولر؟ ما انا لو وفقا لافكار مستر كولر انا هختلف معاه في بعض المراكز لا خلينا نقول افكاره الاول وبعد كده انت لو عايز تغير مركز او مركزين انا ما اعتقدش ان الراجل هيغير عن المباراه يعني مثلا مصطفى شوبير ولا الشناوي هو هيلعب لا هو هيلعب بالشناوي يعني هيرجع الشناوي يلعب هيلعب عمر كمال لو جاهز لو هيلعب جاهز هيلعب تمام هيستقر لان اشرف داري على ما سمعت انه لسه مصاب هيلعب ياسر ابراهيم يلعب برامي ربيع يحيى عطيه الله في نص الملعب هيلعب بندفيد وهنا بقى ممكن لو هيلعب مروان عطيه وممكن يلعب اكرم مكان عمر تمام يعني لو اكرم مكان عمر يبقى يلعب ندفيد هيلعب ندفيد ومروان عطيه وهيلعب امام إمام. يعني هيلعب امام في الثلاثه اللي في نص الملعب تمام وهيرجع يلعب ناحيه الشمال حسين الشحات واعتقد يعني طاهر ولا بيرسي يمين اعتقد ان هو هيحط طاهر يمين في حاله جاهزيه وسام ابو علي لو وسام ابو علي مش اعتبره جاهز وفقا لاخر اخبار انه جاهز جاهز يبقى هيلعب فروت صريح وهيلعب لان مش هيخسر طاهر ان هو يبدا بيه من البدايه طيب انت لو عايز تغير في التشكيل ده سريعا اسم او اسمين لا انا هعدل الملعب يعني هعدل الملعب هلعب اكرم تمام هلعب اكرم ولعب مروان تمام ولعب الثالث بتاعهم امام في نص الملعب التشكيله المعتاده دي المعتاده عمر كمال لا هلعب اكرم باك يمين اكرم باك يمين هلعب اكرم باك يمين وهلعب بمروان عطيه و هو الراجل هيلعب ندفت بس انا عايز العب كوكا تمام الراجل طب مين قال لك ان هو هيلعب ندفت هو مش ممكن يكون بيعمل لا. تمويه الماتش اللي فات عشان خاطر يريح اللعيبه الاساسيين بتوعه ويرجع يلعب بالتشكيل الاساسي بتاعه انت كنت كمستر كولر ضامن التاهل يلا خلاص بنختم تمام اخر تغيير عايز تعمله مش عارف هو هيلعب طاهر يمين وهيلعب حسين الشحات ويلعب اسامه ابو علي طيب حلو يعني توقعاتك للمباراه سريعه النتيجه اتمنى فوز الاهلي وما نوصلش ضربات جزاء وتتوقع لا تتوقع فوز الاهلي لا اتوقع فوز الاهلي ان شاء الله كابتن اتمنى وتتوقع ايه لا اتمنى واتوقع ان شاء الله طيب يعني كان حوار فني ممتع الحقيقه مع نجمين كبار كابتن طارق السيد بشكرك شكرا جزيلا حبيبي يا دكتور كنت سعيد ان انا معاك النهارده طبعا وكابتن احمد عادل بشكرك شكرا جزيلا استمتعت بوجودك وان شاء الله نلتقي غدا الساعه 11 وحلقه جديده من بوكس تو بوكس